مرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل، ديما ونوعدوكم بآخر التظاهرات والأحداث اللي تصير في سوسة. اليوم تنظم الغرفة الفتية العالمية بحمام سوسة جورني هذية سو تيتر أسيس دو برينتون زونسي 2017. حابين نعرف أكثر تفاصيل على التظاهرة هذية، تابعونا. نتمنى الشباب الكل من 18 ل 40 سنة الكلهم يلتحقوا بالغرفة الفتية، لأن هذيك هي أكبر مدرسة للتكوين. الشاب يبدأ حشام تنحيله الحشمة، التكوين متاحهم على المحيط متاحهم، يتعلموا كيفاش يتكلموا، كيفاش يعبروا، كيفاش يقدموا رواحهم، يندمجوا في المجتمع، يعملوا دراسات. كما تشوفوا اليوم ليزاسيس دو برانتون تنظيم حمام سوسة، عندنا شرف التنظيم في اقليم الساحل. ليزاسيس دو برانتون تصير فيهم لي كونكور لي دوزير اوراتوار والديبيتينغ. اوراتوار فن الخطابه، ديبيتينغ هو سيستم ايكيب تتكون من ثلاثه، ما بين كل ايكيب فما واحد بورت بارول، ويصير النقاش يتكون يصير نقاش، ومن بعد فما جيري تحكم على الريزلتات في الاخر. بالنسبه للار اوراتوار فن الخطابه، فما سيجي يهبط قبل بثلاثه ايام، دونك يتخدم عليه البارول يتقدم قدام الجيري، وبعد كيف كيف تطلع الريزلتات. عسلامة، مرحبا بكم. أسماء جسمي كونسيير سبونسورينغ 2017. عسلامة، أميم عطية ممبر جستي حمام سوسة. ملك عاشور ممبر جستي حمام سوسة. مرحبا بكم في الأسيز متاعنا سنة، مش أول مرة تشرفونا، ديجا شرفتونا قبل في الماراثون، وإن شاء الله ديما راوكم معنا في الأكسيون متاعنا الكل. مرحبا بكم صوت الساحل، ان شاء الله عجبكم الامبيانس تاع جون شامبر، ومرحبا بكم. مرحبا بكم بحضرين اليوم في الاسيس، تصير كل عام شرفتونا بحضوركم، وان شاء الله يعجبكم الجو. ميرسي اس تي في.